يا جدعان، انا دلوقتي ماشي في شارع سعد زغلول اللي ماشي حاجات فيه. تنفع للجيم وتنفع للبيت وتنفع للخروج وتنفع لأي حاجة. قبل ما نبدأ يومنا كده نعدي على البن البرازيلي ونشرب واحد ايس كوفي في البوم، وبعد ما تذكر الله وتصلي على النبي كده ندخل بالمولتون كيك عليه وحدة الايس كريم دي من فوق. حاجة بص كده عظمة العظمة، متع لي نظرك كده معايا. مجرد كده ما تنزل بالمعلقة كده وتفتح المولتون كيك هتلاقي الشوكولاتة السايحة نزلت منه مغرقة الدنيا حرفيا كده. لو انت مش مظبط الانسولين بتاعك اليوم ده، الانسولين بتاعك هيضرب في السما. مولتون كيك ده حرفيا عايز واحد اكيل جدا، بس العضه بتاعته ديت هنكسر بيه الدايت النهارده. خدت لي بالك من الانشكاح؟ وادي الحساب كله كان 206، علشان انا راجل فييز جدا سبت لهم 220. وده ليه بقى؟ عشان حته تقيله في البيت. بعد كده نزلت محطة الرمل وتمشيت لغاية شارع سعد زغلول وقابلت الراجل الطيب اللي واقف هناك ده. يا ابو الصحاب، عامل ايه انت؟ فاكر طبيعي يا عم، انا عايز بنطلون كده حلو عايز اتمرن بيه. وريني بقى كده الحاجة اللي عندك. بص يا جدعان، البنطلون ده عامل كام بس؟ 160 جنيه. ليه يا عم 160؟ يا عم 160 صعب يعني كده. ايه، خلينا ناخد وندي كده عشان نعرف نشتري مع بعض. ايه من غير فلوس خالص ليك يا ايه؟ طب سمعني كلمة أخيرة، طيب يعني اديني فرصة كده فاصل معاك كده. شو أنت عايزه بكام؟ أنا عايزه بكام؟ مش منزل كلمتك، هاخده بال 140. 140 بس في حاجة بقى. ايه؟ راجل معايا أهو، لو حد جالك من طرفه أقول لك أنا تبع كينج الدايت، تقول له إيه؟ 140 جنيه عشان كينج الدايت. خلاص يا جدعان، الراجل ده موجود في شارع سعد زغلول، صح؟ قدام سنترال المنشية. قدام سنترال المنشية. حاجات جميلة جدا، حاجات تنفع للجيم وتنفع للبيت وتنفع للخروج وتنفع لأي حاجة. بصوا يا جدعان الشغل، هوريه لكم تاني بعينيكم. بصوا يا جدعان البنطلونات، بسم الله ما شاء الله، حاجات جامدة جدا. بصوا بقى التيشيرتات معايا، حاجات يعني بجد برندات ممكن تجيبوها، تروحوا تجيبوها من محل مش هتدفع لك، يعني هتدفع اقل حاجه بال 500 وال 600 جنيه. روحوا شوفوا الراجل دوت واشتروا من عنده، الراجل ده حاجته كويسه، حاجته جميله جدا، يستاهل كل خير. بس على الناس اهلا وسهلا، ضحكنا عليه وخدنا البنطلون ب 140 بدل 50. ليه بالاسامي دي؟ 25 جنيه بس. السلسله دي ب 25 جنيه؟ 25 جنيه. اي اسم بقى انت عايزه، صح؟ بص يعني مثلا لو فرضنا حد مثلا عايز يعمل اسمه يوم واحد بس، يوم واحد، هو يجي لك الصبح يديك الاسم ويجي لك بالليل ياخده، بيعمل ايه بقى؟ بيحجز معاك ولا بيعمل ايه؟ هو بيحجز 10 جنيه والباقي بقى بياخده بالليل. اي اسم ب 25، صح؟ طب لو فرضنا حد عايزها فضه مش عايزها دهب، فضه 25 جنيه دهب نفس سعر الفضه، صح؟ خدت منه بقى البنطلون اللي انا صورته لكم دوت في اول الفيديو. انا بشرب كده الكنزية معاكم، واستمتعوا معايا كده بكورنيش البحر. السلام عليكم.